أهلا بكم من جديد. أطلق رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي بشاغة مبادرة لإجراء حوار شامل في إطار المصالحة الوطنية يستهدف كل القوى السياسية والعسكرية. جاء ذلك خلال كلمة لبشاغة في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثاني لحكومته اليوم في مدينة درنا شرقي البلاد. وقال بشاغة إن حكومته تطلق تلك المبادرة لتوسيع رقعة التواصل والمشاركة مع الجميع وحقنا للدماء في ظل اعتبار اقتتال الإخوة خطا أحمر لا يمكن المساس به على حد تعبيره. ولأن الحكومة الليبية الوليدة جاءت ثمرة للسلام ولوقف إطلاق النار، وهي نتاج قناعة راسخة بأن زمن الحروب قد ولى بإذن الله، وأنه قد حان وقت البناء والسلم والاستقرار، فقد حرصت الحكومة الليبية على عدم استخدام العنف والتلويح به لاستلام مهامها ومقرها في العاصمة، واعتبار اقتتال الأخوة هو خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ذريعة أو مبرر. لكل ما سبق، فقد رأى السيد رئيس الحكومة الليبية إطلاق هذه المبادرة التي تهدف لتوسيع رقعة التواصل والحوار والمشاركة مع الجميع، وبرغبة حقيقية وصادقة في أن ينعكس ذلك على المزيد من توحيد الجهود ورص الصفوف والاستعداد لمرحلة الاستقرار والسلام والبناء والإعمار. وقال بشاغة إن المبادرة تستند على مجموعة مبادئ، من أهمها الحفاظ على سيادة ليبيا ومنع التدخل الأجنبي وعدم اللجوء للعنف والمواجهات المسلحة. شرعت الحكومة الليبية في عقد اتصالاتها بالكثير من الأطراف السياسية والاجتماعية والعسكرية، وتدعو الجميع للتواصل معها والمشاركة الفاعلة في جهود الوفاق الوطني وترسيخ الأمن والاستقرار السياسي والمجتمعي في ليبيا، وذلك في إطار المبادئ التالية: 1. الحفاظ على سيادة ليبيا ومنع التدخل الأجنبي بجميع أشكاله ومن كل أطرافه في الشأن الداخلي وتحقيق تطلعات الشعب الليبي بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحرة والنزيهة. 2. عدم اللجوء للعنف ومنع المواجهات المسلحة بكامل أشكالها من جميع الأطراف. 3. احترام الشرعية الليبية وما نتج عن الأسام التشريعية في البلاد من قوانين وإجراءات. 4. العفو والمصالحة وطمر الماضي مع الالتزام بعدم تكرار أي تجاوزات في المستقبل. 5. بناء مؤسسات الدولة المدنية والأمنية البناء الصحيح. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الزميل صهيب محمود مراسل الجزيرة مباشر في طرابلس. أحييك صهيب. أهلا وسهلا. كما أحيي ضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس السيد بالقاسم قزيط عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا. أحييك سيد بالقاسم، لكن دعني أبدأ مع الزميل صهيب فقط من باب المعلومات، دلالات طرح هذه المبادرة في هذا التوقيت مع العلم بأن هذه الحكومة ورئيس الحكومة نفسه المكلف من قبل البرلمان لم يستطع أن يستلم الأعمال من لدبيبة، لم يستطع حتى أن يدخل إلى العاصمة طرابلس. طيب، طبعا هو من يسيطر على العاصمة طرابلس هو من الذي يستطيع أن يحكم في ليبيا، وهذا ما استند عليه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، حيث منع أكثر من مرة محاولات فتح بشاغة من دخول إلى العاصمة عبر أكثر من منفذ، سواء كان في المنطقة الجنوبية أو سواء كان عن طريق المنافذ الجوية، حاول أكثر مرة فتح بشاغة. فلذلك فتح بشاغة الآن يحاول أن يلجأ إلى يعني مبادرات مثل هذه المبادرات يعني متوقعة من فتح بشاغة، لأن فتح بشاغة فقد كل أواصل أن يصل إلى العاصمة الليبية طرابلس. هذه المبادرة إذا ما دخلنا في هذه المبادرة التي أتى بها فتح بشاغة يركز بشكل كبير على الجانب العسكري، لأن هناك تخوف من الشارع الليبي الآن أن يتحول الصراع السياسي والشقاق السياسي الحاصل اليوم في ليبيا إلى صراع عسكري، وهذا ما حصل في قبل عدد سنوات عندما كانت هناك حكومة وهي حكومة عبد الله الثاني في المنطقة الشرقية، وكانت حكومة السراج في المنطقة الغربية،
بعد ذلك كان هناك صراع مسلح بين الحكومتين، حكومة دعمها خليفة حفتر وحكومة كانت هي التي تصف نفسها الشرعية. الآن نحن الآن في نفس السيناريو، ولكن هناك يعني أخبار يعني لا زالت تصلنا بأن هناك لقاء كان اليوم وكان يوم الأمس بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وأيضا عقيلة صالح، لقاءات غير رسمية في القاهرة. طبعا خالد المشري من قبل يومين وهو يتواجد في القاهرة بدعوة من الحكومة المصرية بزيارة غير رسمية وغير معلنة، وأيضا عقيلة صالح يتواجد أيضا في القاهرة. وبحسب المعلومات التي وصلتنا بأن تم هناك لقاء وحصل هناك لقاء بين عقيلة صالح وخالد المشري. اللقاء تمركز أو المحاور اللقاء كانت حول القاعدة الدستورية، لأن المشكلة الرئيسية الآن في المشهد السياسي الليبي هو القاعدة الدستورية. نريد أن نذهب للانتخابات، كلا الحكومتين حكومة فتحي بشاغة وحكومة عبد الحميد دبيبة كلا الحكومتين يقولون بأنهم يريدون الذهاب إلى الانتخابات، ولكن لا يمكن الذهاب إلى الانتخابات بدون وجود قاعدة دستورية. نحن لدينا لجنة صياغة مشروع الدستور قدمت مقترح للدستور لمجلس النواب، ولكن مجلس النواب لم يصوت على هذه على هذا المشروع، ولم يدع الشارع الليبي يصوت عليه. لذلك فإن مجلس النواب يريد أن يقوم ببعض التعديلات في هذا المشروع، هذا وجهة مجلس النواب، وجهة نظر مجلس النواب، يريد أن يقوم ببعض التعديلات في هذا المشروع وبعد ذلك يذهب إلى الانتخابات. بينما وجهة نظر المجلس الأعلى للدولة هي أن يكون هناك قاعدة دستورية، هذه القاعدة الدستورية يذهبون بها إلى انتخابات مبكرة، ثم بعد ذلك يتم طرح مسودة مشروع الدستور. لذلك فإن النقاط التي تم الحديث عنها هي حول قاعدة دستورية. وبحسب المعلومات التي وصلتنا هناك اقتناع أو هناك قناعة الآن وصلت من قبل عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بأنه سيكون هناك اتفاق على قاعدة دستورية، وسيتم طرح تفاصيلها في الاجتماع المزمع إقامته في 15 من هذا الشهر بين لجنة الدستور بمجلس الدولة ولجنة الدستور بمجلس النواب في القاهرة. طيب أعلم أن لديك الكثير سأعود إليك، لكن سيد بالقاسم بالطبع في البداية أريد أن أستمع لرأيك فيما طرحه اليوم بشاغة. هو في البداية يعني هذا الكلام جاء متأخرا، نحن كنا نتمنى أن تكون أن التوافق يشمل الجميع، أن تكون هذه سياسة حكومة السيد فتحي من البداية، لكن مع الأسف يعني الذي حكم تشكيل هذه الحكومة هو منطق الصفقة، ومنطق الصفقة دائما عينه على الغنيمة، لم يحكمها منطق التوافق. لو أن حكمها منطق التوافق كان يكون هدفها هو رفع أو حمل عملية التوافق، ولهذا الذي حدث أن تم إقصاء طيف واسع لم يتم التشاور معهم ولم يتم إشراكهم في الحكومة. أعتقد أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، التوافق والحوار وأن الحكومة تشمل الجميع هذا كلام طيب، لكن اليوم الحكومة بعد أن عجزت مرارا وتكرارا عن دخول طرابلس يعني في الشارع الليبي هي في وضعية أضعف الحقيقة من حكومة يعني طرابلس، بما أن حكومة طرابلس هي موجودة في طرابلس لازالت تحظى بقليلا من الاعتراف الدولي الذي لم تحظى به الحكومة المنافسة الموجودة اليوم في سرت. ثم أن يعني أنا استمعت يعني كما قدمتم إلى المبادرة بصوت الرئيس يعني فتحي بشاغة، هو يتكلم عن مبادرة لحكومة الحكومة تشمل الجميع وهو على رأس الحكومة. طبعا هذا يعني ليس من السهل قبول اليوم، يعني هذا إذا كان قبل شهرين كان المنطق هذا السائد منطق التوافق وشمل الجميع، كانت أنا في تقديري كانت من الممكن أن تنجح هذه الحكومة، لكن اليوم لأن العملية متأخرة أصبح الأمر يعني في صعوبة. أنا لا أرى، رغم أن هذه المبادرة في نهاية الأمر هي جيدة بالتأكيد، هي أفضل من الاحتكام إلى السلاح، لكن لا أرى أفق لنجاح هذه المبادرة بهذه التوصيفات وبهذه الشروط وبهذه المحددات. نعم، ابقى معي سيد بالقاسم. ينضم إلينا الآن عبر الإنترنت من طبرق السيد فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح. أحييك سيد فتحي. على ما يبدو أن السيد بشاغة حتى هذه اللحظة لم يستطع أن يستلم زمام الأمور،
كرئيس مكلف، رئيس وزراء مكلف من قبل البرلمان. حتى ما طرحه اليوم سيد بالقاسم يتحدث على أنه جاءت متأخرة، وما زال السيد دبيبة وحكومته هم من بيدهم مقاليد الأمور على الأقل في العاصمة طرابلس، ويحظون بجزء من يعني المشروعية الدولية. على أي حال، هل يعني السيد بشاغة بمبادرته قادر على أن يحرك المياه الراكدة ويستلم زمام الأمور أم لا؟ مرحبا، أهلا وسهلا بك سيدي الكريم وبالسيد النائب زيط من المؤتمر الأعلى للدولة والمجلس الأعلى للدولة، وكذلك كل من هو موجود معنا في هذه الحلقة. في كل الأحوال، السيد فتحي باشا آغا الآن هو الرئيس الشرعي، رئيس الحكومة الشرعي في الدولة الليبية، على اعتبار أنه تم انتخابه من قبل مجلس النواب وشكل حكومته وأدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب. الإشكالية في عملية الاستلام في مقره في مدينة طرابلس، طبعا هناك تعنت ونعتبره حتى تمرد من السيد عبد الحميد الدبيبة بأنه لم يسلم لهذه الحكومة التي اختارها مجلس النواب وبتزكية من المجلس الأعلى للدولة والتفاهم معهم حول ذلك حتى قبل الاختيار وقبل تشكيل الحكومة وقبل حتى أداء اليمين الدستورية لهذه الحكومة. في كل الأحوال، نتيجة أن المنطقة تغير في ليبيا، الآن يتجه إلى الحوار وإلى التفاوض وإلى التفاهم بعيدا عن الاحتكام بالسلاح. فهناك يعني من هو يبذل يعني في الجهود من أجل السيد عبد الحميد الدبيبة يسلم بشكل سلمي بعيدا عن الاحتكام للسلاح، وذلك حقنا للدماء. جميل. طيب دعني أخذ من كلامك وهو مهم سيد فتحي، وهذا للسيد بالقاسم. سيد بالقاسم، سيد فتحي كان واضح يصف ما يحدث من قبل الدبيبة وحكومته بأنه شكل من أشكال التمرد، وأن بشاغة بشكل أو بآخر حتى ذهب ابتعد عن منطق السلاح والآن يذهب إلى منطق الحوار لكي ينتهي أو تنتهي هذه الإشكالية. تتفق مع هذا الطرح أم لا؟ لا، هو يعني أنا يجب أن نقول بوضوح، يعني لا شك أن هناك فريق مهم يدعم حكومة بشاغة داخل مجلس الدولة، لكن القول بأن مجلس الدولة وافق على هذه الحكومة ودعمها بصراحة هذا قول خاطئ تماما، وأنا أسمع يتكرر وهذا غير صحيح على الإطلاق. يعني مجلس الدولة كمؤسسة من ناحية الرسمية وبالقرارات اللي خرجت منها هو لم يدعم هذه الحكومة، وهذا هو السياق العام. كان هناك فريق داعم لهذه الحكومة داخل مجلس الدولة لكنه لم يمثل الأغلبية. في نقطة ثانية مهمة، يعني احنا نتذكر ان في 2014 البرلمان عين محافظ مصرف ليبيا المركزي في ذلك الوقت هو السيد علي الحبري، لكن السيد علي الحبري لأنه لم يستطع الدخول إلى طرابلس ولم يحظى بالقبول الدولي إلى اليوم لم يستطع أن يكون محافظ. يعني هذا رغم أن الوضع القانوني كان في ذلك الوقت لا شريك للبرلمان في ذلك الوقت، لكن اليوم هناك مجلس الدولة غير قابل، هناك مجتمع دولي، لم نستمع إلى تأييد واحد لهذه الحكومة من أي طرف دولي فاعل، بل إن البعثة التي هي الحكم في الصراع الليبي لم تقل كلمة واحدة على هذه الحكومة. أنا أعتقد أن هناك مجموعة من الأخطاء التي ارتكبتها هذه الحكومة والتي تحاول تداركها اليوم، وهي أنها لم توسع قاعدة المشاركة، والذي حكم شغلها هو منطق الصفقة، والصفقة لا يمكن أن تنجح، هي لم تنجح. الآن يحاولون إخراج الحكومة من منطقة الصفقة إلى منطقة التوافق. أعتقد أن يعني الأمر في صعوبة، لو كان من البداية كان من ممكن أن تنجح العملية، لكن الآن هناك في صعوبة حقيقية. يعني أستأذنك، تأذن لي صهيبا أذهب للمريمي قبل أن أعود إليك. سيد المريمي،
لعل البعض يقول أن حكومة بشاغة بالشكل الذي خرجت به أيا كان مسألة الشرعية مع من هي زادت الأمور في ليبيا تعقيدا، وكان يجب الضغط على لدبيبة الذهاب إلى الانتخابات وفقا لقاعدة دستورية، مع حتى الضغط عليه لعدم مثلا يعني الدخول لهذه الانتخابات أو الخروج من رئاسة الوزراء إذا أصر على الدخول. أما كان يجب أن يحدث ذلك وأن الأمر الواقع يعني على الأقل يسير مع هذا الاتجاه، والمجتمع الدولي أو جزء منه يسير مع هذا الاتجاه سيد المريمي؟ نعم سيدي الكريم، طبعا جميعنا كنا متجهين إلى الانتخابات في 24 ديسمبر. مجلس النواب قام بما يجب القيام به وهو إصدار القوانين اللازمة في ذلك، وعملت المفوضية العليا للانتخابات على هذا الأساس، ووصل الأمر حتى يعني صرفت بطاقات الناخبين، وكان الموعد 24 ديسمبر، ولكن جت لحظة ما وقالت بأن هناك عراقيل وصعوبات، لا أستطيع في هذا التاريخ بأن أنجز العملية الانتخابية في الرئاسية والبرلمانية. هنا طبعا مجلس النواب من باب يعني دوره الوطني اضطر أن يتدخل وشكل لجنة لخارطة الطريق، واتصلت يعني بكل الأطراف في ليبيا من أجل إنهاء الإشكاليات والقضايا والعراقيل التي يعني واجهت المفوضية العليا للانتخابات. فمن ضمن الأمور يعني رأوا بأن لا بد من تشكيل حكومة جديدة تقوم بدورها، لأن حكومة السيد عبد الحميد الدبيبة لم تقم بدورها، بل يعني كانت في الاعتبار من ضمن الجهات التي عرقلت وواجهت صعوبة للمفوضية العليا للانتخابات، وغير ذلك بأن يعني مدتها كانت تنتهي في 24 ديسمبر حسب سيد مريم. أنا أفهم كل ما ذكرته للحقيقة عفوا يعني، لكن في النهاية أنتم لم تستطيعوا مجلس النواب أن تفرضوا هذه الحكومة على الليبيين وعلى العاصمة وأهل العاصمة في النهاية، وليد بيبة ما زال هو يعني المعترف به. أقصد أما يجب الرجوع عن هذه الخطوة والتركيز على مسألة الانتخابات باختصار؟ لا سيدي الكريم، طبعا نحن نعرف بأن المجلس النواب قدرته في إصدار القرارات والقوانين وتشكيل الحكومة وغيرها، أما الأمور الأخرى طبعا ترجع لاحترام الليبيين بعضهم البعض، وذلك في تنفيذ القوانين والقرارات اللازمة من الجهات الاعتبارية الموجودة في ليبيا. ولكن عندما يتمرد شخص ما ويتمترس بالسلاح، ما فيش أمامك إلا أنك تواجهه بسلاح. نحن قلنا بأن الليبيون لا يتواجهون بالسلاح، ولكنهم يحتكمون إلى المنطق وإلى الحوار وإلى التفاهم. يعني هذا هو يعني خط السير الليبيون الآن متجهين فيه، يعني حتى من هو يتمرد ويحاول. انقطع على ما يبدو التواصل بيني وبين سيد فتح المريمي. صهيب، داخل العاصمة الليبية كيف ينظر إلى حكومة لدبيب؟ هل ينظر لها كحكومة متمردة أم أنها الحكومة الشرعية؟ أتكلم عن عامة الناس بشكل عام. خليني أكون معك صريح، يعني صراحة الشارع الليبي ينظر حكومة الوحدة الوطنية بأنها حكومة قدمت الكثير للمواطن الليبي، خاصة أن هذه الحكومة قدمت بعض العلاوات في بعض المرتبات في قطاع الصحة، في قطاع التعليم، أيضا هناك قرارات صدرت بتقديم علاوات لقطاع النفط، أيضا هذه الحكومة قدمت يعني قامت ببناء بعض الطرق وبإقامة بعض المشاريع في العاصمة الليبية طرابلس، فجعلت من رصيد الحكومة الوحدة الوطنية لدى الشارع الليبي رصيد كبير جدا. الشارع الليبي الآن ينظر إلى حكومة الوحدة الوطنية بأنها هي الحكومة الشرعية، لأنها هي التي تملك المال، ومن يملك المال ومن يسيطر على المصرف المركزي هو الذي يسيطر على ليبيا. الآن نرى بأن هناك علاقة جيدة، بل علاقة ممتازة، بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وبين محافظ المصرف المركزي صديق الكبير، وهذا الذي جعل صديق الكبير يعطي كل التسهيلات لحكومة الوحدة الوطنية، وهي التي جعلت من حكومة الوحدة الوطنية يزداد عمرها حتى هذه اللحظة. ولكن
مسألة إغلاق الحقول النفطية من قبل حرس المنشآت النفطية في وسط ليبيا، سواء كانت في ميناء الزويتينة، ميناء البريغا، وفي بعض الميناءات إلى هذه اللحظة لا زالت مغلقة. هذا لربما يكون له أثر سلبي مع طول المدى على حكومة الوحدة الوطنية، لأنه لا يوجد إيراد يدخل إلى حساب مصرف ليبيا المركزي، وهذا أعتقد أن أحد النقاط التي ربما يضغط بها من هم ضد حكومة دبيبة على هذه الحكومة. شكرا جزيلا الزميل صهيب محمود مراسل الجزيرة مباشر في طرابلس، شكرا صهيب لكل هذه الإفادات. كما أشكر السيد بلقاسم قزيط عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس. وأشكر الضيف الذي فارقنا السيد فتح المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، كان معي عبر الإنترنت من تبرق. مشاهدينا الكرام، مسيرة مستمرة بعد قليل. الرئيس اللبناني يقول إن استخدام المال الانتخابي من قبل بعض المرشحين يستوجب تدخل هيئة الإشراف على الانتخابات والقضاء.